بقى معروف ان شركه سوق دوت كوم خلاص بقت تابعه لشركه امازون، وان الموقع اتحول من سوق دوت كوم لامازون. زي ما انت شايف هنا سوق دوت كوم لو جيت اضغط عليه بيحولني على طول على امازون دوت اي جي. تسوق الان على امازون دوت اي جي، خلاص سوق بقى امازون دوت اي جي. زي ما انت شايف هنا خلاص الصفحة اتحولت. وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض ازاي تبيع منتجاتك على امازون او ازاي تشتغل في امازون. هتضغط على التسوق على امازون دوت اي جي علشان يحولك للموقع الخاص بامازون. معروف ان امازون شركة عالمية كانت موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول، لكن ما كانتش موجودة في مصر، دلوقتي بقت متوفرة في مصر. طيب دلوقتي علشان ارفع منتجاتي على امازون واقدر اشتغل كمان، كل اللي عليك انك بتروح على الحساب والقوائم، بعد كده بتضغط على حساب البيع الخاص بك. مجرد ما تضغط عليها بيحولك على صفحة اللي هو سيلر سنتر، ده اللي بيحولك لتسجيل الاشتراك علشان تقدر تسوق عليه منتجاتك. بضغط على تسجيل الاشتراك هنا وبعمل تسجيل الان او تسجيل الدخول. لو كان لك حساب سابق على سوق دوت كوم تقدر تسجل عليه طبيعي، لو لسه انت مبتدئ تقدر تضغط على سجل الان علشان تبدأ تسجيل على الامازون. بعد كده بتضغط على انشاء حساب لك في امازون، وبتبدأ هنا تملى البيانات، بتكتب اسمك، وبعدين تروح هنا تكتب البريد الالكتروني، بعد كده بتكتب كلمة المرور وتعيد ادخال كلمة المرور بشرط ان يكون الاتنين مطابقين مع بعض. بعد ما تخلص خالص بتضغط على انشاء حساب لك في امازون، بعد كده يبعت لك الكود الخاص بيك على حساب الجيميل، بتدخل على حساب الجيميل وتاخد الكود تعمله، وبترجع تاني عندك هنا بتضغط ادخال كلمة المرور وتضغط على انشاء حسابك على امازون. هنا قال لك هنا حدد نوع النشاط التجاري، انت بتحدد على حسب النوع، لو كنت شركة او انت بائع فردي، لكن انا بائع فردي. اسم النشاط التجاري الخاص بيك، ياريت لو تكتب مثلا اسم الجروب اللي انت عامله على الفيسبوك او اسم الموقع اللي انت بتسجل عليه، شوف اسمه ايه. وانا افترض مثلا ان انا اخليه متجر سوق جديد، تمام. بعد كده بضغط على موافق ومتابعة. هنا زي ما انت شايف هنا قالك مصر، تحديد المكان بالظبط ممكن تغير، بس هو هيتوفر معاك على طول على حسب الدولة اللي انت فيها. حدد المحافظة، انت بتختار هنا المحافظة اللي انت فيها، يعني عندك كل المحافظات، ونفترض ان انا هختار محافظة الاسكندرية، تمام. بعد كده بحدد المدينة اللي انا فيها، تحدد المدينة، موجود كل المدن وكل المحافظات اللي انت قاعد فيها عندك. مثلا انا هختار قصر سيدي جابر. بتحدد المنطقة بتاعتك، بتحدد الشارع وكمان الشقة، بتختار ادخال اسم المتجر زي ما انا قلت لك، بتدخل اسم الجروب اللي عندك، بتكتب هنا رقم الهاتف علشان تقدر تضغط على ابعت لي رسالة. انا هكتب رقم الهاتف، بعد كده بتضغط على ابعت لي رسالة، بتضغط عليها على طول بيتحول لك الرسالة. الرسالة بتوصلك على الفون بتاعك، بعد كده بتضغط على كلمة التحقق. خلاص لكن تم التحقق بنجاح، بتضغط على حفظ ومتابعة. هنا قال لك عنوان الاستلام علشان يجي يستلم منك المنتجات بتاعتك، علشان لما تيجي تسوق المنتج. حاجة من الاثنين، يعني انت بتودي المنتج للمخازن، يا المنتج بيكون عندك والمندوب بيروح ياخدها منك وبعدين يسوقها وبيحاسبك عليها طبعا بعد 14 يوم. دي سياسات امازون علشان لما تيجي تسوق شغلك ما تستغربش ان 14 يوم دي هتبقى مدة طويلة، لا هو فعلا 14 يوم، والفلوس بتتسجل لك على الحساب بتاعك. وزي ما انت هتشوف حالا ازاي تسحب فلوسك، بتضغط على حفظ ومتابعة. قال لك هنا معلومات الدفع او اعدادات طرق الدفع. لو انت عندك بطاقة ائتمانية، يعني تنزل تشتري بطاقة لو انت في مصر عن طريق الفيزا، عفوا عن طريق البريد او عن طريق اي بنك، بتكتب البطاقة رقم البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية موجود فيها تقريبا 16 رقم، بتقدر تكتب ال 16 رقم هنا وهتلاقي تحت تاريخ الصلاحية واسم صاحب البطاقة الائتمانية، بس هما دول اللي انت هتكتبهم، وبتحدد العنوان وبعد كده بتضغط حفظ. لكن انا مش معايا الفيزا دلوقت فبعمل تخطي، بس يفضل طبعا انك تكتب الفيزا بتاعتك علشان تقدر تستلم من عليها الفلوس. بتضغط على تخطي في الوقت الحالي.
قالك اخبرنا عن منتجاتك هي بتحتوي على ارقام مميزه زي ارقام الشركات. لا هي مثلا ما فيش اي شركه انا تابع ليها بضغط على التخطي في الوقت الحالي او بتضغط على لا. قالك انا هل تضع علامه تجاريه على المنتجات التي تتمنى بيعها؟ تقول له لا. كيف تريد عرض انت وجدك؟ اقول لك انا استخدام ملف مخزون المنتجات، انشاء ملف او اعرض المنتجات واحدة تلو الاخرى. يفضل انك لو هتجاوب على كل ده تجاوب يعني على حسب المنتجات اللي انت بتستعملها. ما عرفتش تجاوب او المنتجات بتاعتك ما تنتميش لاي سياسة من السياسات دي خالص، بتضغط على التخطي في الوقت الحالي. قالك انا اخبر فئات المنتجات بتاعتك، هتخليها مثلا امتع واكسسوارات، احذية، ممكن كمان العاب اطفال، بتنزل تحت كده شوية. عندك آلات موسيقية، ألعاب فيديو، مطابخ، أدوات، تختار الحاجات اللي هي منتمية للفئة اللي انت بتبيعها. بعد كده بتضغط على إنهاء. في الدولة اللي انت فيها، أنا اخترت مصر، هتقول هنا أنا بائع فردي وأنا الملك الوحيد لجهة اتصال لهذا الحساب. هتضغط على التالي هنا علشان يبدأ يتحقق من الهوية بتاعتك. هيطلب منك حاجات مهمة جدا جدا جدا، ودي انت ما تقلقش منها خالص. هيطلب منك البطاقة الشخصية بتاعتك، هتكتب فوق هنا رقم البطاقة وتاريخ الإصدار في البلد عندك، انت بتختار هنا مصر، وهتروح لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية اللي هتلاقيها موجودة في البطاقة من وراء اللي هو أعلى يسار البطاقة. الاسم الشخصي اسمك الأول، بعد كده هنا بتكتب الاسم الأوسط، الاسم العائلة، عندك هنا تاريخ الميلاد الخاص بالبطاقة وياريت تكتبه بالظبط. على طول هنا بتكتب في اليوم والشهر والسنة. بعد كده تضغط على إرسال، وعلى طول أنت طبعا مش ضايف كل البيانات لأنها مش متوفرة معايا دلوقت، لكن أنت بتبعت وعلى طول بيوصلك على البريد الإلكتروني بتاعك اللي أنت ضفته في الأول خالص الموافقة بإنشاء حساب على أمازون. تقدر ترفع منتجاتك عليه بدون أي مشاكل، إنك تاخد المنتج بتاعك، شرط إن يكون الخلفية بيضة للمنتج، وترفعه عندك بالسعر اللي انت عايزه. طبعا انت بتزود لان امازون بتاخد 20% من المنتجات بتاعتك. طيب هل في خطورة لو انا مرفعتش على الموقع؟ لا. هل في خطورة ان انا ارفع البطاقة الشخصية؟ طبعا لا. لو انت اهملت الموقع او ما اهتمتش بيه او مرفعتش المنتجات بتاعتك، في خلال 15 يوم الحساب بتاعك بيتقفل تماما على امازون، ومش هيسبب لك اي ضرر خالص، لا ليك ولا البطاقة ولا اي حاجة خالص. هو مجرد بس الاكاونت بيتقفل خلاص، لان هيعرف انك ما عدتش بتستخدم الاكاونت ولا عد بترفع اي منتجات على امازون. كده اتمنى يكون الشرح عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في شرح جديد. ومن تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة. السلام عليكم.